السلام عليكم. إذا إن شاء الله اليوم مع حل باك 2017 دورة استثنائية شعبة علوم. لقد قمنا سابقا بفيديو آخر لشرح نص هذا الموضوع. ليكيب بمعنى الفريق، ميز سور بيي باغ لو أفلان بمعنى الذي اشتغل مع جبهة التحرير الوطني، دوران أثناء سيت بيريود أثناء هذه المرحلة أو الفترة الزمنية. أس بور هل لأجل، هذه أس بور بمعنى هل لأجل. بارتيسيبي بمعنى مشاركة، على كوب دي موند في كأس العالم 1958. ريبريزونتي بمعنى تقديم وتمثيل، ان بيبل شعب، اون لوت شعب يكافح، اون لوت في خضم الكفاح بمعنى انه يكافح. فيغ سامبل فيغوراسيون، فيغوراسيون هنايا راهي سينونيم ميتي بمعنى نفس الشيء لي ميتي، ميتي بمعنى عمل. فيغ اونتوندر la voix d'un peuple en quête d'indépendance. اذا انكيت بمعنى à la recherche بمعنى يبحث على الاستقلال، l'indépendance هو الاستقلال. recouper les deux bonnes réponses، les deux بمعنى يوجد اثنان اجابتين صحيحتين. هنا فيغ اونتوندغ لا فوا بمعنى ان نجعل من صوت هذا الشعب مسموع، هذا الشعب الذي هو يبحث على الاستقلال. اذا من خلال النص لاجابتين صحيحتين هما ريبريزونتي ان بيبل اون لوت اي فيغ اونتوندغ لا فوا دان بيبل اون كيت دانديبوندونس. ومن لم يعرف ذلك او سأل لماذا، يجب أن يرجع إلى الفيديو الآخر حيث قمنا بشرح النص. السؤال الثاني، دو كال بمعنى من أي إليمون عنصر، من أي عنصر إيتي كومبوزي كانت تتكون ساتيكيب هذه هذا الفريق الذي ينتمي إلى جبهة التحرير الوطني. أفلان فخان بمعنى جبهة، تحرير ليبراسيون ناسيونال. إذا ها هي الإجابة، دي جوار بروفيسيونيل إيفوليون أون فرانس أونتيتي سومي دو ديزيرتي، لقد كانوا مجبرين من ان يخرجوا من لي كلاب ريسبكتيف بو روجواندغ لو افلان ليلتحقوا بالافلان. اذا كانوا شبان، دي جوار بروفيسيونيل لاعبين بروفيسيونيل محترفين جزائريين تطوروا بفرنسا، هم الذين التحقوا بالافلان. كيسيون نيميرو 3، لي جوار بروفيسيونيل اللاعبين المحترفين الجزائريين، ايفوليون بمعنى الذين تطوروا بفرنسا، اونتيتي سومي دو ديزيرتي لور كلوب ريسبكتيف. اونتيتي سومي بمعنى اونتيتي اوبليجي، مضطرين. دو ديزيرتي بمعنى ان يتركوا لور كلوب ريسبكتيف، بان يتركوا نواديهم المحترمة. سيت فراز سينيفي، هذه الجملة تعبر عن، سينيفي بمعنى تعني. لو أفلان جبهة التحرير الوطني أوبليجي أجبرت لي جوار أكيتي، كيتي بمعنى أن يتركوا أو أن يفترقوا، هي هنا في الجملة تعني يترك. لو كلاب respective نواديهم المحترمة.
أو أنها تعني لأفلا انتردي بمعنى منع اللاعبين من مفارقة لغ كلاب ريسبكتيف. لأفلا باردون انسيتي بمعنى أصر أو حث بوسي بمعنى لي جوار لاعبين أغاستي بأن يبقوا غاستي بمعنى يبقى في لور كلوب ريسبكتيف. شوازيسي لا بون ريبونس، اختر الجواب الصحيح. إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى، لا لو أفلان أ أوبليجي لي جوار أ كيتي لور كلوب ريسبكتيف. Numéro 4. De nombreux joueurs, العديد من اللاعبين, ont tout sacrifié. لقد ضحوا بالكثير. Sacrifié بمعنى ضحى. Pour la patrie, من أجل الوطن. Patrie بمعنى الوطن. إذن, relevé dans le texte. استخرج من النص. La phrase qui le montre. استخرج من النص الجملة التي تبين ذلك. ها هي إذن الجملة التي تبين ذلك. Mais n'ont pas hésité. لم يترددوا. ثانية واحدة. Une seconde. A tout laissé tomber. ليتركوا كل شيء. يسقط أو ليتخلوا عن كل شيء. يتخلوا عن كل شيء. نفسها sacrifié. نفسها يضحي. Pour l'Algérie, l'Algérie nafsouha patrie, nafsouha al-watan. Idhan, hadhihi hiya al-jumla sahih. Question numéro 5. Sommet de déserter leur club respectif. Ils qualifient le joueur. Quel compte au sein de son effectif? À qui ou à quoi renvoie chacun des mots soulignés dans les expressions ci-dessous. Iden, à qui bimana shakhs. À quoi, quoi bimana shay. Objet ou ayu shayin la yani shakhs. Il la yani insan. Iden, ha hiya. Leur club respectif. Huna leur ta'oud ala jama', ala pluriel. Leur club respectif. Even, leur تعود على les jeunes professionnels algériens. نواديهم. Leur بمعنى leur club respectif بمعنى نواديهم. هم هذه تعود على لاعبين. هنا il راهي sujet. Sujet masculin singulier. Masculin singulier bimana mudakar mufrad. Mufrad hiya singulier. Iden. Hadihi sujet. Naoud ila sujet li rahnaya shahwa. Le communiqué de FLN jusqu'ici. هذا هو السجي. موراه تلقاها هو الفعل. فعل. إذن il remplace le communiqué. Communiqué بمعنى منشور أو بيان الأفلان وليس الأفلان. هذه خطأ أفلان. إذن le communiqué du أفلان هو سجي. وهو نفسه il هنا. Sujet, وهو sujet. Il, singulier, masculin, نفسه, singulier, masculin. هو, هذا communiqué, qualifie les joueurs qui la constitueront de patriotes. إذن, هنا sont. في البداية, نعلم أنها تعود على مفرد. نذهب إلى بداية الجملة. عندما تبدأ هنا النقطة نبدأ. عفوا النقطة الأخيرة هي هنا.
لأن هذه أبعد. نعود إلى النقطة الأخيرة نجدها هنا. Surtout que l'équipe de France se prépare à la Coupe du Monde 1958 qui se déroule en Suède. Donc, هذه كي تعود على la Coupe du Monde. Quelques semaines plus tard, بمعنى أسابيع بعد ذلك, sachant qu'elle بمعنى علما أنها تحتوي au sein de son effectif deux joueurs de grand talent. إذا son effectif في عددها. من هذه elle? C'est la Coupe de France. Pardon, l'équipe de France. لأنها هي من لها عدد effectif. إذا son تعود على هذه الكلمة l'équipe de France. Question numéro 6. Pour quelle raison? Le départ de 6 joueurs de l'équipe de France. Est-il remarqué? هؤلاء اللاعبين من ليكيب دو فرانس لماذا تم ملاحظته؟ إذن هنا لدينا ne passe pas inaperçu, لكنه في السؤال لم يطرح لنا أظهر الجملة, لذلك سوف نحاول التعبير على هذا الشيء بتعبيرنا الخاص. En France, بفرنسا, la disparition simultanée, اختفاء الذي توازى مع مشاركة فرنسا في ألعاب كرة العالم لا كوب دي موند 1958 لم يكن غير ملاحظ, وبالتالي لقد كان ملاحظ لأن فرنسا كانت سوف تلعب لا كوب دي موند 1958 وفي نفس الوقت تخلى عنها دي جوار دو غران تالون. إذن تخلى عنها دي جوار تالونتيو بمعنى موهوبين تالونتيو. لذلك لقد لوحظ الأمر. إذن وبالتالي الإجابة تصبح إذن باغسكو أو مومون أو, في حين أن فرنسا شاركت أبارتيسيبي على كوب دي موند 1958 على perdu, خسرت دو جوار دو سون ليكيب, لاعبين من فريقها. إذا دو جوار تالونتيو بمعنى موهوبين من فريقها. Question numéro 7. Fierté de tout un peuple بمعنى افتخار لكل شعب. Relevez dans le texte l'expression reprenant la même idée. إذن استخرج من النص التعبير الذي يعيد reprenant نفس الفكرة. La même idée. إذن ها هي نفس الفكرة. ها هي نفس التعبير الذي يعيد نفس الفكرة. Un exemple de bravoure. Bravoure بمعنى الشجاعة. Pour la jeunesse et le peuple algérien. Les جميع الشعب و شباب الجزائر. Question numéro 8. En vous référant, بمعنى أنك ترجع, à quelques indices, لبعض العلامات indices. Fourni بمعنى قدمت لك. Dans le texte, في النص, dites, قل, quel autre moyen, اذكر, وسيلة أخرى, a été utilisé, استعملت, pour médiatiser, قلنا أنها من كلمة ميديا, بمعنى أنها médiatiser, أصبحت مثارة بالإعلام, ف
في الإعلام، بمعنى أنها استعملت وسائل الإعلام ميدياتيزي. La cause algérienne. ميدياتيزي la cause algérienne بمعنى رغبة الجزائريين، هنا يقصد بها رغبة الجزائريين في الاستقلال. La cause algérienne بمعنى la lutte. الكفاح. Répondez en deux ou trois lignes. أجب في سطرين أو ثلاث أسطر. بصراحة إذا الإجابة النموذجية تقول أنهم استعملوا كرة القدم لتصبح القضية الجزائرية مسجلة بالأمم المتحدة، ولكن حينما قرأت النص وأعدت لم أجد هذا الأنديس، أنديس بمعنى علامة، ولم أجد أنديس يدل على شيء آخر، لذلك أفضل أن لا أجيب على هذا السؤال. ميرسي اي بون شانس. ومن وجد الإجابة أو وجد أنديس يكتب ذلك في التعليق، وشكرا لكم.